خلونا نروح لصورة وتعليق. الحقيقة في وسط كمية الأخبار المحبطة اللي بتحيط بينا وفي وسط كمية الكآبة اللي بنعيشها فيما محيط وفي وسط كمية الشر اللي بنلاقيها موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء إذا كانت في تعليقات أو في بوستات بتنزل، بنلاقي في نفس مواقع التواصل الاجتماعي حتة ألماس كده بتلمع من بعيد، تقرب ليها تكتشف إنها قلب بني آدم اسمه سعيد عادل. سعيد شاب عنده 32 سنة، هو اسمه سعيد وقادر إنه يخلي كل اللي بيتعامل معاه يبقى سعيد. عايش في اسكندرية هو وأسرته وعنده بيت في العجمي. البيت من 11 أوضة، في حمام سباحة، في ملاعب كرة قدم، بلياردو وما إلى ذلك. قرر إنه يفتح البيت ده في وسط نار حر الصيف ونار أسعار مصايف الصيف علشان كل اللي مش قادر خاصة الأطفال الأيتام والأرامل يصيفوا، ونزل اشترى 50 سرير وبقى بيستضيف 50 شخص كل 3 أيام، إقامة كاملة، أكل وشرب واستمتاع وألعاب وكل حاجة، ويعمل يوم صيانة وثلاث أيام تانين، يعني 100 شخص في الأسبوع. الناس بتروح عند سعيد بتقول إنه هي حاسة أنها في وسط عيلتها. هو كمان شايف إن هو وعيلته بقى عندهم عائلات كتيرة أكبر وأكبر من العيلة. البيت بقى بيت للإنسانية، الإنسانية الخالصة اللي لا تعرف جنس ولا لون ولا دين، ما تعرفش غير الإنسانية. لما شفت طفل صغير بيقول وعينيه بترقص وأكاد يعني أجزم أني تقريبا سمعت ضربات قلبه اللي بيتنطط من الفرحة، وهو بيقول أنه دي أول مرة في حياتي أشوف بيسين ودي أول مرة في حياتي أنزل المية، قلت الله يبارك لك يا سعيد، ربنا يدي لك على قد ما بتعمل. لأنه ببساطة الحياة مش أكل وشرب بس، الحياة حاجات كتيرة قوي، انك تدي بسمة على وش انسان، انك تفرح انسان، ما ناس كتيرة محتاجة تفرح، محتاجة حد يطبطب عليها، محتاجة تنبسط، محتاجة تقضي ايام زي بقية الناس. سعيد بيتحمل التكاليف والمصاريف والصيانة والخدمة والمتابعة لأي حد محتاج انه يقضي اجازة قصيرة. احنا معانا على الهاتف سعيد عادل. مساء الخير يا سعيد. مساء الخير يا استاذ شهيرة، ازاي حضرتك؟ يعني الحقيقة يا سعيد أنا عارفة إن العطاء أنواع، أنا متأكدة أنه أنواع، في ناس بتدي فلوس، في ناس بتقف تساعد حد محتاج خدمة، لكن أنت عامل نوع غريب شوية من العطاء، نوع متعب ونوع مختلف بيدي بسمة وبهجة وطبطبة على قلوب ناس كتيرة محتاجة أنها تفرح. يعني العطاء اللي بيدي فرحة ده مختلف جدا، أنت فكرت في الفكرة إزاي؟ هي الفكرة جت الأول لما احنا كنا بنسمع على مواقع التواصل الاجتماعي ان الساحل الشمالي الساحل الشرير والساحل البسيط وقديه التكلفة بتكون على الناس عشان تقدر ان هي تصيف، ففكرنا في الناس الغلابة او الناس الأرامل خصوصا لو حابين يصيفوا ازاي. طبعا زي ما انت شايفة او حضرتك عارفة كمان الأزمة اللي بيمر بها العالم كله مش مصر بس، بيتمروا بها في أوروبا كمان، فإحنا فكرنا إن إحنا عندنا البيت شوية واسع، فقلنا إن ممكن تيجي الناس يكون بنستضيفهم يجي يشرفونا البيت عندنا ويقدروا يستمتعوا بالمكان، يعني هيكون من غير تكلفة خالص وإحنا كمان هنكون مبسوطين بحاجة زي كده. يعني يا سعيد أنت عايش في البيت ده أنت وأسرتك؟ هو ده البيت التاني ليا، يعني ده بيت كمصيف بس احنا بنبقى متواجدين فيه، يعني احنا مش بنروح فيه بفتره مستمره، لكن مع الناس لما هي بتكون موجوده فاحنا موجودين معاها. طيب معلش قول لي، يعني انت لما عملت المبادره دي على الفيسبوك، يعني انا شخصيا لو قريت مبادره بالشكل ده هقول لا ده مش طبيعي، في حاجه غلط، انا مش هصدق. الناس صدقت كده بسهوله واتصلت بيك؟ يعني حصل اقبال كبير كده وصدقت الامر ببساطه؟ عندنا ناس كتيرة جدا جت لدرجة ان انا مكنتش قادر ارد على الرسائل، لان تقريبا عندي الاف من الرسائل اللي موجودة، حتى يمكن يكون في ناس بتكون بتتضايق ان انا ما بردش عليهم، لكن ده غصب عني من كتر عدد الرسائل المتاحة اللي جات لي. لكن في ناس طبعا كلهم جم وكلهم بدأوا يستمتعوا بالمكان، ولما جيت اكتر من قناة تصور واكتر من صحافة تصور فالناس كانت بتدي كمصدر مصداقية.
طب قول لي انت بتختاري الناس ازاي؟ يعني انت قايل انه الاولويه طبعا للايتام والارامل والاسر المستوره اللي هي ما تقدرش انها يعني تقضي اجازه تصرف لها يعني في يومين ثلاثه كام الف. بتختار ازاي؟ ازاي بتبقى عارف ان ده فعلا محتاج وان ده فعلا المساله بالنسبه له صعبه فبتقول يجي؟ بتنقيهم ازاي؟ هو انا للاسف ما عنديش فكره ان انا اعرف ان الشخص ده يعني الناس اللي جايه لي دي ارمله او لا، او الشخص ده غير مقتدر ولا لا، ما عنديش الامكانيه دي. لكن انا بسيب الموضوع لضمير الناس، ما عنديش صلاحيه ان انا خليني نعرف. انا بتعامل بروح محبه تماما، بخلي الموضوع ماشي كده. يعني انا بس يعني انت عايز تقول لي ان كل اللي بيقول لك انا جاي بتقول له اتفضل اهلا وسهلا؟ وبرحب بيه جدا، لدرجه ان احنا عندنا اوضتين في المكان ينفع ان انا استيب اوضتي واخليه هو يجي حتى من غير ما اعرف هو عايز ايه ولا ايه. اتفضل مكان مكانك يعني. طب سعيد، انت الاقامه عندك كامله، اكل وشرب وكل حاجه، انت بتصرف على الاكل ازاي؟ ومين اللي بيعمل الوجبات؟ ومين اللي بيخدم العدد ده؟ انت بتستقبل في الاسبوع 100 بني ادم. تمام. هو موضوع بس الاكل اللي هو اللي انا مش بكون بوفره، لكن احنا على شارع عمومي، يعني يقدروا ان هو انا عامل لهم مطعم كبير جدا. بس هما بيجيبوا الاكل من بره فهم ويدخلوا ياكلوا في المطعم. لكن للاسف مش بقدر اوفر حكايه الوجبات، لان زي ما حضرتك قلت ان في اكتر من 100 فرد بيجي في خلال الاسبوع. تمام. فما بقدرش ان انا اكون بوفر افطار وغدا والعشاء، لكن بوفر مشروبات كامله، يعني بجيب مشروبات. وطبعا بحافظ جدا على الاحتراز للكورونا، يعني جايب كوبايات اللي هي البلاستيك، وطبعا جايبين ماسكات كتيره جدا، وجايبين ادوات التعقيم كل المكان. طيب مين اللي بيخدم الناس؟ ومين اللي بيخدم ورا الناس؟ ومين اللي بيوضب ورا الناس؟ وازاي بتعمل صيانه؟ اكيد الحاجات بتتبهدل، يعني خصوصا في اطفال. اكيد الشيخ جوه الفصل. سعيد انت معايا؟ طيب احنا منتظرين سعيد يرجع لنا تاني، لانه فعلا محتاجين نعرف ازاي 100 فرد في الاسبوع بيتم خدمتهم وبيتم متابعتهم وبيتم عمل صيانه وراهم، ورا يعني كل 3 ايام بيمشي 50 ويجي 50، فلازم تحصل عمليه صيانه. لانه الحقيقه يعني الفكره غريبه قوي ان حد يهتم انه يعمل النوع ده من الخير، للدرجه اللي ممكن تخلي الناس تبقى شاكه، مش مصدقه ان ده يعني بجد، ده مش وراه حاجه، مع ان الشيء المضمون الوحيد في الحياه هو عمل الخير، هو الشيء الوحيد اللي باقي، هو الشيء الوحيد انه يعني بيعمل حاله من الفرحه والابتسام. يا سعيد قول لي بتعمل صيانه ازاي؟ وبتخدم ازاي؟ وبتوضب ازاي ورا الاعداد دي خصوصا الاطفال؟ مساء الخير. ايوه سعيد انا سامعاك. هو حضرتك معلش هو فصل لا مفيش مشكله. ممكن تعيدي السؤال من تاني؟ تكلفه الصيانه ومتاعب الصيانه والمجهود وانك تلم وتوضب ورا الناس، ويعني ايا مكان ده مجهود، انت عندك 100 شخص في الاسبوع. مظبوط. هو الحقيقه ان انا مش لوحدي موجود، يعني انا معايا الاسره بتاعتي موجوده في نفس المكان، ومعايا ناس كمان شغالين معايا هم متطوعين للموضوع. فلما احنا بنعمل كده قد ايه احنا بنعمل كده واحنا بيكون جوانا فرح غريب. يعني حضرتك لما كنت بتعرضي الصوره من شويه دي كانت اختي كريستين، هي اللي بتلعب الاطفال. فاللي احنا فيه ده احنا كنا عيله صغيره، فدلوقتي هي عيله كبيره. يعني طب سعيد معلش، انا شفت فيديو لولد عندك بيقول ان دي اول مره في حياتي اشوف بسين واول مره انزل ميه. لما صحيح. سمعت ده انت حسيت بايه؟ ويا ريت كمان تقول لي اكتر حاله شفتها عندك اثرت فيك وفرقت معاك قوي. هو اكتر حاله اثرت فيا، يمكن كل الحالات للامانه بتاثر فيا، يعني هو اول ما بيجوا يعني الكل بيكون مبسوط، لكن هم ماشيين ده هنا وقت الحزن. يعني الناس بتيجي تقول طب ينفع نقعد معاكم تاني؟ واحنا للامانه بنتمنى ان هم يجي يقعدوا معانا تاني، لكن بيكون حاجزين لحد غيرهم. فهي دي بتبقى اصعب لحظه، يمكن احنا بنبدا بالفرح والضحك بينتهي بدموع. بس اكتر حد اثر فيك لما شفته فرحان؟
لما في كان في اكتر من حد كان بيقول ان لو ما كانش المكان ده موجود احنا ما شفناش البيسين ده قبل كده، فدي اكتر حاجه بتكون بتاثر فيا يعني. طب سعيد، انا قبل ما اقفل معاك عايزه اطمن انك هتكمل في الموضوع ده، يعني الصيف الجاي واللي بعده واللي بعده الدنيا ان شاء الله ماشيه. انا اتمنى اعمل كده يعني، دي حاجه يعني ده حاجه ربنا يقدرنا عليها، ونكون بنعمل اكتر من كده كمان يعني، نفسنا نكون بنعمل للعرايس للعريس والعروسه اللي هو يكونوا مقبلين على الجواز وشهر العسل، زي ما حضرتك عارفه ان تكاليف للجواز تكاليف كبيره والمكان عندنا موجود. وانا اتمنى ان في ناس كتيره تمد ايدها وتساعد معاك والموضوع بتاعك يكبر ويبقى في اكتر من حد بيقدم معاك خدمات، علشان كل اللي يجي يعني تقدر تكمل في ده وفي مصاريف ده وفي مجهود ده. انا بشكرك جدا يا سعيد، وبقول لك ربنا يفرح قلبك زي ما فرحت قلب كل الناس اللي فرحت وهي موجوده عندك. وانت سعيد، وانا قلت في كلامي عنك انك قدرت تخلي كل اللي يزورك يبقى سعيد. متشكره جدا يا سعيد على وجودك معايا. متشكر لحضرتك جدا وشكرا على تشجيعك، وهو ده دعم لوحده ان حضرتك تكوني بتدخليني مع حضرتك، فشكرا لحضرتك. ده شرف لينا سعيد، شرف لينا. اشكرك يا سعيد، اشكرك.